ومن العلامات الصغرى للساعة أن يكثر الكذب وأن تتناقل الأخبار من غير تثبت، وهذا واقع، ولا سيما مع وجود وسائل التقنية، فإن الإنسان متى ما جاءه خبر في جواله أو عبر بريده الإلكتروني أو ما شابه ذلك من وسائل الاتصالات سارع بنشره ولم يتثبت فيه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: سيكون في أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وفي رواية عند مسلم: لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وعند مسلم في مقدمته، مقدمة صحيح مسلم تختلف عن الأحاديث الواردة في صحيح مسلم، لأن ما في الصحيح قد اشترط فيه مسلم الصحة، بينما المقدمة قد يكون فيها شيء من الضعف وقد لا يكون فيها شيء. المهم في مقدمة صحيح مسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث بهذا الحديث. وكذلك ما جاء في مقدمة صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والقول قول عبد الله، ومثل هذه الأقوال لا يمكن أن تقال بالاجتهاد، فدل على أنها من قبيل الأحاديث المرفوعة حكمة. قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج على الناس فتقرأ عليهم قرآنا. قال النووي رحمه الله: هم لا يقرؤون القرآن، ولكنهم يأتون بأحاديث يقولون إنها من القرآن وليست من القرآن، من أجل أن يفتنوا الناس.